الوعظ عند القبور هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة ولسبب، وهو أنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله فوعظهم إلى أن ينتهي إعداد القبر، فهو فعله لحاجة ما فعله دائما، ولا استمر عليه ولا كان أصحابه يفعلون هذا من بعده، فالاستمرار عليه هذا مخالف للدليل، ولا دليل عليه على المداومة على الوعظ عند القبور. المشروع أنهم إذا دفنوا الميت يقفون على قبره ويسألون الله له التثبيت ويستغفرون له ثم ينصرفون. نعم. توزيع الماء البارد يا شيخ صالح؟ لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. نعم.